بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهاردة زي ما انتم شايفين بقى كده هنعمل مع بعض الحلاوة والجمال دي بأسهل طريقة. ده ناجتس أو بني الشركات، المصانع زي ما بتسموه بقى انتوا راحتكم، بس هنعمله مع بعض بطريقة جدا سهلة، وهنشوف هنخزنه مع بعض ازاي وهنفرزه ازاي، نعمل كمية ونشيلها، مش كل يوم بقى هنروح نعمل شوية على قد الأكل وكده، لا ده بيتفرز عادي وسهل في التفريز بتاعه، وسهل انك بتطلعيه بعد كده تحمريه او تقليه وتاكليه جاهز، يبقى اسهل وتحت ايدك على طول، اي ظرف طارئ اي حاجة يبقى موجود عندك. انا بعمله وبحطه على طول كده عندي في الفريز، ده بسميه للطوارئ يعني، بحطه عندي. فنشوف، يلا نشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض ونشوف عملناه ازاي. كده معايا يعني هنا ايه، معايا صدور فراخ، دي المكونات بتاعتنا، معايا صدور فراخ سليمه بنيه، اي حاجه بقى زي ما انت شايفاها بالشكل ده كده. ده كده بقسماط اللي هو الكريسبي من عند اي عطار، ورخيص، الكيلو ب20 جنيه، هتجيبي نص كيلو هيعمل لك كميه كبيره جدا وهيفيد معاكي. ولبن بودره ممكن تستغني عنه، لبن البودر انا بحطه يعني كده او كده، مش في المكونات اساسي. ومرقه فوريه وفيجيتار سايب، كله سايب من عند العطار، ومعلقه صغيره من بيكنج بودر على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا هعمل نص كيلو فراخ. هنا بقى هنمسك ده اهو، هنطحنه كويس مع بعض علشان هو بيبقى خشن وفيه تكتلات وكلام من ده، احنا عايزين ننعمه علشان هنحطه في الفراخ بتاعتنا. هنا كده انا نعمته وخدت منه الخشن بتاعه، هنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي. هنا كده بقى نقطع الفراخ بتاعتنا، وفي اي كبه مطحنه اي حاجه عندك كده هنفرمها كويس جدا مع بعض. انا عشان فرمتها عشان اقصر الفيديو بس عشان ما اطولش عليكم. هنا بقى هننزل بالمكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، حطينا البقسماط اللي احنا فرمناه مع بعض او طحناه كويس، حطينا المرقه الفوريه، حطينا البيكنج بودر ولبن البودره، وهنحط الفيجيتار بتاعنا ونطحنهم بقى كلهم كويس مع بعض جدا لما يبقوا عجينه متماسكه معاكي زي ما انت شايفه كده، عشان برضو ما اطولش عليكم الفيديو. حطيتهم مع بعض كلهم قدامكم وطحنتهم كويس. هنا بقى كده هنجيب شويه من الميه ان احنا تنسيمه كده ان احنا نفكها معانا بالبيكنج باودر بقى بالمكونات بتاعتنا كلها. هنا بقى ده الخشن زي ما هو اهو، هنجيبه هنحط عليه برضو شويه من المكونات اللي احنا حطيناها، مرقه فوريه، بيكنج باودر، لبن بودره لو انت عايزه اي حاجه بقى، وتحطيها وتشكليه بقى معاكي بالطريقه اللي تعجبك، ممكن بفورمه، ممكن على ايدك كده زي ما انا بعمل، تعمليه دوائر عاديه، تعمليه زي شبه الناجتس اللي احنا بنشتريه جاهز، انت وراحتك يعني، التشكيل ده يرجع لك انت، المهم ان هي بقت في ايدك عجينه وتشكليها براحتك، ما تقفيش على حاجه. عندك فورمه ممكن تعملي بقى اشكال لعيالك عادي، ما عندكيش هتعملي زي ما انا بعمل كده عادي، ممكن تشكليها على كيس اي حاجه باي طريقه، ما تقفيش عليها. هنا هنقلب المكونات بتاعتنا كلها كده مع بعض زي ما انا قلت لك. ده فيجيتار هنحط عليه، ده بقسماط الخشن ما طحناهوش، اللي احنا هنطحنه اللي هنحطه جوه الوصفه بتاعتنا، لكن ده زي ما هو كده. وعايزه تحطي بطاطس على الوصفه دي، نسيت اقول لك، ممكن تحطي بس انا حباه كده، يبقى فراخ صافي ما عليهوش اي اضافات، تحطه بيبقى طعمها كويس جدا وما بيتفرقهوش عن اللي بنشتريه جاهز. كده بقى انا غلفتها وكويس، وهننزل بقى في الميه. ده لو انت عايزه طبقتين بس، نصيحة مني، أنا جربت دي وجربت دي، اكتفي بطبقة واحدة، لأن الطبقتين بتخليه بصي يعني مش عايزة أقولك ناشف ومقرمش بطريقة يعني مش هتعرفي تاكليها. أنا بعمله زي ما انت شفت كده، بتشكليه وتبقى مبلول معاكي مية، أو تنزليه في المية وتنزليه على البقسماط اللي قدامنا ده بس كده. عايزة تكثفي بقى الحجم بتاعه أو تعملي طبقة كبيرة منه من الغلاف الخارجي تحطيه في المية تاني زي ما أنا عملت كده، وترجعي بيه تاني على البقسماط، هيعمل معاكي طبقة سميكة جدا. نشكل بقى كده زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة، نشكلها كلها زي ما قلت لك، يعني هتشكلها كلها، مش هنقف بقى على اشكال او لازم ان انا اعمل اهو، تعمليها وتسحبيها لورا كده هتظبط معاكي الشكل زي اللي بنشتريه بالظبط، مش هيفرقوها عيالك انت جايباها منين ولا عاملاها في البيت ولا عاملاها ازاي، بل هتبقى اطعم وانضف وعارفين احنا حاطين ايه فيها وعاملينها ازاي، وتبقى حلوه معاكي. طريقه سهله خالص، والسمك بتاعها برده في ايدك، ممكن ترقيها عن كده، ممكن تخليها سميكه عن كده، براحتك انت خالص. هي مبلوله معاكي ميه او هتبليها عادي اي حاجه، وتنزليها كده وخلاص. عايزه زي ما قلت لك تعمليها طبقتين
هتنزليها الميه بسرعه كده وتشيليها تاني على على البقسماط، يعني بكل نظافه وكل سهوله وما فيهاش اي حاجه، طريقه سهله وبسيطه. وهنشوف بقى دلوقتي هنحمرها ازاي، انا كده بوريكم ان انا بشكلها. اه التشكيل طالع زيها بالظبط. عايزه تعملي زي ما قلت لك مدوره عادي باي فورمه باي شكل انت وراحتك. هنا بقى معانا نار سخن على على البوتاجاز، سخن مش معانا زيت اقصد، سخن على البوتاجاز يعني ما يكونش ايه درجه الغليان اللي هي الشديده قوي، يغلي معانا اهو ونهدي بقى النار عليه. هننزل بال، انا حطيت هنا واحده عشان اشوف اختبر الزيت. هننزل بقى بالناجتس بتاعنا كله او البانيه على حسب القلايه بتاعتك او طاسه ما تاخد معاكي، ونسيبه بقى نهدي عليه النار ويسيبه يستوي مع نفسه، مش عشان ان هو مفروم او ما فيهوش عظم او كلام من ده ان احنا يلا هنسلق هنحمر بطاطس ونطلع، لا لازم ياخد وقته في السوى، يعني نسويه كويس وياخد الوقت وقته في السوى، لان اللي جوه فراخ نيه عايز تستوي والغلاف الخارجي عايز يستوي يعني، وبيصعب شويه انك ان هي تستوي بسهوله، فاهمه يعني لازم تستوي معاك كويس، يعني لازم تسيبيها فتره طويله على النار. هنشوفها دلوقتي مع بعض، انا يعني هحاول اللي بملكوا الدنيا ان انا ما اقطعش كتير منها وهي بتستوي، لان اهم حاجه فيها السوى بتاعها، وهوريكم دلوقتي هتبقى عامله ازاي. هنحطها بقى كده ونقلبها الجهادي والجهادي اهو، هتشوفي دلوقتي سمك دي من دي، شايفين المعلقه البيكنج باودر بتفرق فيها جدا، ولما تستوي هتنفش معاكي كده، شايفين فرق دي من دي، طبعا اللون مش متغير كتير بس فرق اللي مستويه مش من اللي مستويه واضحه خالص وباينه. اهم حاجه ان هي تاخد وقتها في السوا، ارتفعت معاكي وهشه ومقرمشه وفظيعه بصراحه، انجح طريقه تعمليها للناجتس ده. هنا بقى بعد ما استوى معايا عملت الكميه كلها بتاعتنا، في هنا بقى من اللي هو عاملاه طبقتين في البقسماط، وفي طبقه واحده، حتى هتلاقي اللي هي طبقتين غامقه شويه عن اللي هي طبقه واحده، بتاخد وقت في السوا اطول وبتقرمش معاكي بزياده، فانت وراحتك كده او كده، بس انا فضلت اللي هي طبقه واحده بس كفايه. هنشوف بقى دلوقتي احنا فرزناه ازاي. هتعملي بقى الكميه كلها قد ايه، انا حمرته على قد احتياجي، مثلا انا هاكل ده دلوقتي خلاص، الباقي بقى برضو نشكله كويس، ما تعينهوش كده، شكليه وعينيه جاهز على التحمير على طول. وتجيبي بقى معاكي اي علبه اي حاجه انت عايزه تفرزي فيها، هتحطي فيها كيس وهتحطي ترص النجتس بتاعك، ما تحطيش فوق قطعتين فوق بعض، هترصي طبقه واحده كل واحده جنب واحده وتحطي كيس وتحطي الطبقه التانية، يعني ما تحطهوش كده كله فوق بعضه عشان ما يعجنش معاكي والتشكيل بتاعي يبوظ وتيجي تطلعيه تلاقيه لازق ومتماسك في بعضه، لا حطي بين كل طبقه والتانية كيس من كيس التلاجة العاديه خالص، مش ستريتش. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. مع السلامة.